صباح الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم طابور الصباح على شاشه مدرستنا 3. حقيقي وحشتونا من الاسبوع اللي فات، ومعانا النهارده فقرات جديده ومتنوعه زي ما احنا معودين حضراتكم دايما. صباح الفل يا اسماء. صباح الفل يا عمور. طبعا عندنا فقرات متنوعه، بس قبل ما نقول عندنا ايه النهارده، تعالوا ندردش في شويه اخبار. ده حقيقي معانا اخبار مهمه جدا النهارده، حابين نعرضها على مشاهدينا الكرام. انتوا عارفين ان احنا دايما بنحب نبدا باخبار ايجابيه اللي بتاكد لنا ان لسه الدنيا بخير. والنهارده بقى هنحكي عن مبادره تعليم مجانيه اطلقها اهل قريه 100 حمل في بلبيس بمحافظه الشرقيه، اللي مؤمنين جدا باهميه التعليم وعايزين يساعدوا الاطفال اللي من اسر بسيطه علشان يعرفوا يقروا ويكتبوا من غير ما يخلوا اهاليهم يدفعوا ولا مليم. وفعلا كل اللي ليه علاقه بالتدريس اشتركوا في المبادره وقرروا يعلموا الاطفال ببلاش. وفي خلال 10 ايام بس وصل عدد التلاميذ المستفيدين من المبادره من 150 طالب ل 1167 طالب. فعلا دي مبادره جميله جدا يا عمرو. الفكره بقى اقترحها شباب القريه وتحولت لمبادره حقيقيه يوم 3 سبتمبر، ومن وقتها ومدرسين القريه بيتطوعوا عشان يفيدوا طلاب القريه بخبراتهم ويعلموهم كل المواد وببلاش. وعلى فكره في مدرسين من اللي محالين للمعاش اصروا انهم يعلموا الاطفال عربي وحساب. الكل عايز يتطوع ويشارك علشان يفيد اهل بلده ويساعده في تاسيس الطلاب في اللغه العربيه والرياضيات واللغه الانجليزيه. ومن الحاجات الجميله في المبادره دي كمان يا عمرو هي مشاركه بنات اهل القريه. متعود وده دايماً طبيعي طبعا ان البنات ايوه طبعا لازم كده يبقى ده دور. طبيعي من ستات وبنات مصر طبعا ان هم ما بيتاخروش ابدا عن تقديم اي خدمه لاهلهم لجيرانهم للناس اللي اتربوا معاهم وكل ده. وخلينا عمرو بقى ايه تقول لنا، يعني خلينا اقول لك وقول للناس أيوة. على ان المبادره دي شامله كل المراحل الدراسيه من الصف الاول ابتدائي لحد الثانويه العامه. كمان في مهندسين من القريه قرروا ان هم يتطوعوا في المبادره ويشاركوا طبعا بخبراتهم فيها. كل التفاصيل دي انتشرت على الموقع الالكتروني للقريه. حقيقه مبادره جميله ومميزه، واتمنى ان هي تطبق مش بس في قريه 100 حمل لكن في كل محافظات مصر. علشان نعرف بقى تفاصيل اكتر عن هذه المبادره معانا الاستاذ آسر نادر جميل، عمده قريه 100 حمل. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، نورتنا في طابور الصباح. ربنا يخليك، ده شرف لينا. ربنا يخليك. في البدايه حابين بس نعرف منك تفاصيل اكتر عن المبادره وايه اسبابها. هي المبادره دي كانت جت فكره كده من احد شباب القريه، ان احنا عندنا عدد كويس من المدرسين وعندنا طلبه كتير يعني وتلاميذ كتيره، فكان عايزين نعمل دروس تقويه في المواد الاساسيه بالنسبه للابتدائي والاعدادي وكده يعني. فطبعا كانت الفكره مقتصره كده علينا، فبعد كده قلنا نسال المدرسين اللي ممكن تشارك في الموضوع ده، فلقينا اقبال كبير جدا من المدرسين اللي هم هيقوموا بالعمليات التعليميه. طبعا في ناس خارجه على المعاش وفي ناس خريجين جدد وفي مدرسين يعني. فعملنا الاقتراح كده وخدنا اراء بعض الناس وبتاع، فلنا اقبال متزايد. فبدانا يوم 3/9 ان احنا في مكان في جمعيه عندنا اسمها جمعيه المحافظه على القران الكريم، جمعيه مشهوره يعني فيها اماكن لتحفيظ القران وكده من تخت وصبورات والكلام ده. فلقينا ان في اقبال من الناس. بدانا ب 150 تلميذ. الثلاث مراحل عندنا كان عندنا الابتدائيه والاعداديه والثانويه العامه. الاقبال كان ضعيف من الثانويه العامه يعني، عشان هم كانوا تقريبا بادئين دروس من شهر 7 يعني. لقينا ان العدد اللي ابتدينا بيه 150 تلميذ وطالب وطالبه. تمام. خلال 10 ايام بس زاد العدد لحد ما وصلنا حوالي 1167 او 1200 تلميذ وتلميذه وطلاب يعني المراحل الثلاثه. كلام حضرتك بيدل على ان يعني في شغف من الاسر ومن الشباب التلاميذ والطلبه على فكره التعليم. وكمان حضرتك ذكرت من ضمن كلامك ان كان في اقبال كتير جدا من قبل الساده المدرسين اللي متواجدين عند حضرتك في القريه، سواء اللي بالمعاش او حتى اللي بيشتغلوا. هل تم حصر عدد الساده المدرسين اللي بيشاركوا لحد دلوقتي؟ عددهم كام تقريبا؟
احنا طبعا عاملين جروب كده وبوابة الكترونية للمبادرة دي، لان هي طبعا كلها بالمجان يعني، على فكرة ما فيش اي حد بيدفع اي حاجة. عندنا مسجل 84 معلم ومعلمة، منهم عيادة التربية والتعليم نسبة برضه كبيرة، والازهر الشريف عندنا برضه ايه ناس مشاركة معانا في المدرسين والمعلمين هنا. تمام. بالنسبة لبقية الناس اللي هي اولياء الامور، طبعا احنا طبعا في اعباء طبعا ايه موجوده في العالم كله، فكون ان حد مثلا يخف عليه عبء، واحنا كلنا في قريه كلنا مترابطين طبعا ببعض، ده نوع من انواع الدعم اللي احنا بنقدمه برضه مع الدوله، لان الدوله طبعا مش كل حاجه هتقوم بيها، احنا عندنا قدرات وخبرات وقامات كتيره جدا من المدرسين، يزيد على كده عندنا اماكن تانيه موجوده املاك خاصه بتاعت الناس. يعني على سبيل المثال احنا لما بدأنا في جمعية المحافظة القرآن الكريم، طبعا لما العدد زاد فكان الايه التنظيم والتنسيق صعب شوية، لان احنا طول ايام الاسبوع ما عدا الجمعة، فلقينا مكان موجود تاني ابدأ استعداده الحاج ابراهيم العش، ده كان بني مسجد اسمه عمر بن الخطاب في القرية عندنا، فوق منه 250 متر مسقوفين وفاضيين، كانوا ان هو المفروض ايه يبقوا مصلى للنساء، فاحنا قلنا احنا عندنا اكثر من 22 مسجد، نستثنى المسجد ده من مصلى النساء ونعمله مركز ايه للتعليم بالمجان يعني. تمام تمام يا استاذ ياسر. استاذ آسر، طبعا احنا من زمان جدا عارفين ان كل القرى المصرية يعني بيعملوا كده، او بيقوموا بانهم ممكن يعلموا طلبة ويعلموا اهل القرية، لكن ما كانش الموضوع معروف قوي زي ما معروف دلوقتي، وطبعا لان زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه اخبار، ما كانش فيه حاجة بيتم تداولها، فاحنا نقدر نعرف ده. دلوقتي بقت معروفة اكتر. انا هسأل بس حضرتك اخر سؤال، حضرتك شو شايف ان ممكن المبادرة دي تتطبق في مناطق تانية داخل محافظة الشرقية أو محافظات تانية؟ آه طبعاً. أصل لا يعني أنتوا ممكن تقوموا بالدور ده داخل المحافظة وخارجها ولا في المحافظة لا بس؟ لا طبعاً، لا إحنا على قد القرية بتاعتنا بس، يعني إحنا كلامنا على قد القرية بس، إحنا مش هنقوم بعمل عام يعني، لكن جميع القرى في مصر كلها فيها الإمكانيات اللي عندنا إحنا برضه يعني. تعمموها يا فندم، أنا أقصد إن أنتوا تعمموا المبادرة. آه إحنا والله إحنا يعني بالنسبة لنا يعني هي ناجحه عندنا في القريه، بس طبعا في قنوات شرعيه تقدر بقى تعممها، وهيبقى الوضع يختلف عن كده يعني، ان احنا نقدر نروح بلاد ثانيه او كده يعني. بالتوفيق يا فندم، بنشكر حضرتك جدا، ويعني انا شايف ان اللي حضراتكم بتعملوه ده فيه وعي مجتمعي وثقافي كبير جدا، بيبدا من القريه، واتخيل ان الافكار ملهاش اجنحه زي ما بنقول، فممكن على راي زميلتي اسماء يتم تعميمها من خلال بس رؤيه حضراتكم بان انتم مقدمين إن نموذج الله. ناجح، فتلاقوا قرى جنبكم ومحافظات اخرى بتتبنى ده. بشكر حضرتك جزيل الشكر مره ثانيه.